السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي كل فلوق. السلام عليكم. أحلى صباح لما نشوف سيارتك قدام غرفتك. طبعا سويت لي شاي حليب مثل ما انتم شايفين، وهاي هي طريقي بالشيل الأشياء. خايف على الكاميرا. فالشجرة كلش حلوة، وهالأجواء شوفوا الغيوم همينة. بس خلنا نطلع يلا. بس انا رايح للجامعه. حبيت اقول لكم ان سارونا الحمد لله هسه بفضل من الله سبحانه وتعالى باحسن صحه وعافيه، وتسلم عليكم امين. كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر. الحمد لله طلعت الجامعه مفتوحه واخيرا. الي زمان ما شايف صديقنا الارنب، تتذكروه بالفلوقات رمضان ايام رمضان. فهذه هي الجامعه. What she say you will be removed. وانا ليش جيت هنا؟ لانه اكو فد ماده الاستاذة قالت لي انت راح تطلع منها، فكاختصار اريد اخذ فلوسي ارجعها. قالت لي انت ما ماخذ الريكويرمنتس، ما عندك الريكويرمنتس. بالمناسبه هاي انا كنت اداوم بهيك شيء، تتذكرون بايام رمضان؟ وهذا شكل الكلاس الثاني كنت اداوم به برمضان. واني برمضان مره وعدتكم انه كان اكو حديقه يم الجامعه، قلت لكم راح ازورها في يوم، فخلينا نزورها هسه يلا. كان نصير بالحديقه. هذه هي الحديقه يا اصدقائي، مثل ما وعدتكم دراجون فلاي كلش احبها، احب مخلوقات الله. بس راح اصور لكم اياها على السريع. والله تصويرها حلو، يعني هسه انا واقف بعيد. شوفوا جمال هذه الحشره، سبحان الله. عبالي ادخل الجيم بس ما قدرت، خيرها بغيرها. شوفوا هاي الورود حلوه والله. خلي اصور لكم هذا الزنبور، ماكو ما يهدأ هذا الزنبور، كلش صعب واحد يصور نحلة. اتحدى اي واحد حتى لو مصور محترف يصور نحلة او زنبور، مو يتحركون كلش سريع. لا 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 نحتاج المال كي نستعد جمالا، جوهرنا هنا. طبعا رجعت للبيت، ما اعرف اذا تعرفوني قلت لكم او لا، وهذه الجداول وراي هي جداول الدراسه والامتحانات والكلاسات اللي انا ماخذها، اللي مدوخه راسي كلش، واللي لانه هذا ذاك انا رحت للجامعه اليوم، وهسه عندي محاضره بالمسجد. خلينا نروح ونشوف نشيك ايش راح يصير، شنو المحاضره. سبحان الله، شوفوا هذه الاجواء. هسه راح اصور لكم الغيوم. عهدا بل اكثرهم لا يؤمنون. فكاختصار هي محاضرة للشباب، ان شاء الله نستفاد منها وبس. بلكي نلقي صحبة صالحة همينة. والف مبروك يا اصدقائي، طلع ماكو محاضرة مثل كل مرة، كل شيء يطلع بوتشي مسدود. فهسه نرجع البيت ونشوف ايش راح نسوي. ما اعرف. طبعا هسه سويت لي شاي طيب يلوق لهالحلق، شاي عراقي. وهسه راح نلعب لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 مال بلاي ستيشن 4، الاجدد شيء، 45 دولار اللي هي لللابتوب. تصيرون هسه باللعبه وراح نلعب سويه وراح نتونس ان شاء الله. اوكي يا اصدقائي، هسه راح نبدي اللعبه وراح تصيرون باللعبه وياي، راح تصيرون كانه وانتم تلعبون وياي. وهاي تجربه، اول تجربه لي على اليوتيوب، او يعني مثل الجيمريه صرت كاختصار. وانا راح افتح قناه الجيم وهاي السوالف. فاول شيء انا ما اعرف العب على اللابتوب، مو كلش زين لانه مو مثل البلاي ستيشن. هاي اول شيء. ثاني شيء، هاي من الالعاب ملاعبها كلش قليل هاي اللعبه، فكاختصار راح العب مو زين، فلا حد راح يحكي وراح العب شويه وراها ننهي الفلوج ان شاء الله. اختار السنايبر. صراحة الجيمنج كلش سهل، يعني اقدر اسوي لكم جيمنج كل يوم حلقة اذا اسوي لكم قناة، اذا ما تاخذ وقت نفس الوقت الواحد يستمتع. الواحد يستمتع هاي ويجي له مشتركين. I
hostile UAV spotted. Capture those enemy supplies. UAV inbound. Assisted spring charged up. Friendly ACXD deployed. Spear in my ass. واو اخيرا قتلت في واحد من الحطيج. بس يعني لو اتعلم انا بعد ما متعلم ولا بعد احنا Are you eating ice? ماذا؟ بحاول هالمرة العب اللعبة خفيف الدك. والله اعلم جزء grinding for the underworld. Who is him? I'm dead. Oh my, that dude knocked me out. It took me 2 shots to kill someone. Do you have that gun that starts on the like the first zombies map? Which one, the MX Grant? Or just you die on the MX Grant. Yeah, I have that old one with that makes that noise. Yeah, I don't get how I haven't got any of the weapons. The only weapon I have is the shitty ass. I got that one off of the weapon bribe. And I got like the couple of the melees. But I like the weapon better. I like the melees better. Ah, bitch. Melee. I just got fucking Mike Tyson. I just got Mike Tyson. Blow their pico de gallo. Pico de gallo, bro, you're so weird. Blow your pito baby, I got the fast reload. Overdrive, good to go. Damn it. Fucking dude with Tyson gloves, bro. I know, they're all running up. Oh, my dad's calling me. Hold on. Boy. يا سلام قتلت
واخيرا بس اثنين مره واحده ما ادري ايش كيف. واو شيء واخيرا يعني احساس الواو. Hostile UAV incoming. Shut up, Ted. Why are you talking about this guy? Dead. Bitch, you owe me another game you weren't playing. RTB 43 for reassessment. See, this is what pisses me off. Fucking sniping bullshit. Yeah, well, fuck you, shoot, Fulgore. Little Haitian bitch. That nigga's eating gordos. أنا قاتل سبعة وميت 17. يعني أكو تحسن أحسن من المباراة اللي فاتت قتلت بس واحد. مرة قتلت سبعة. يلا نمشيها. لهنا يا أصدقائي كانت نهاية فلوقنا، إن شاء الله تونستوا بيه ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. وهذه كانت أول مرة ألعب بيها لعبة أو أسوي جيمينج، ما أدري شو يسموها، ما أدري. إن شاء الله تونستوا بيه وانطوني نصايح، انطوني بالتعليقات رأيكم عن تجربة هاي الشغلة بالفلوق. هل عجبكم شلون ألعب أو طريقة اللعب، أو أنه أنا أسوي لكم ألعاب على قناة الثالثة، لأنه هذا الشيء راح أسويه على قناة الثالثة بس كلش قليل، مثلا بالأسبوع لعبة أو لعبتين لما يكون عندي فراغ ألعبها وياكم. بس لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم جوا ونصايحكم. والقناة الثانية أكيد كل شهبها هي بها المعلومات والنصايح والثقافة وعن أمريكا وهذه السوالف كلها راح أسويها عليها وده أسوي عليها وبس. هنا كانت نهاية حلقتنا أو فلوقنا، نشوفكم على خير إن شاء الله بفلوق ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.